السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد، أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الجزء الرابع من شابتر 3 أو الفصل الثالث 2 feet 4 pose، يعني قدمين وأربع مخالب من منهج ديسكوفر اكتشف كتاب KG2. وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكوفر واكتب ورايا وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا كنا أنهينا الدرس اللي فات شرح page 51، والنهارده هنبتدي نشرح page 52 أو صفحة 52، وهي عنوانها كالآتي: foods we eat. foods we eat يعني أطعمة نحن نأكلها، foods يعني أطعمة والمفرد بتاعها طعام، we يعني نحن، eat يعني نأكل، foods we eat يعني أطعمة نحن نأكلها. والدايركشنز بتاعتها كالآتي: circle يعني ضع دائرة حول the foods الأطعمة that are healthy بمعنى صحية، ولو شلنا الواي الأخيرة في الكلمة هتبقى health وhealth بمعنى صحة، choices يعني اختيارات والمفرد بتاعها choice، يبقى هو بيطلب مننا circle the foods that are healthy choices، يعني ضع دائرة حول اختيارات الأطعمة الصحية. circle the foods that are healthy choices يعني ضع دائرة حول اختيارات الأطعمة الصحية. هنشوف ايه هي الأطعمة الصحية ونحط حواليها دايرة. Do not circle the foods that are not healthy. لا تضع دائرة حول الأطعمة غير الصحية. Do not circle the foods. Color يعني لون. Your favorite food طعامك المفضل. On the page في الصفحة. Color your favorite food on the page يعني لون الطعام المفضل لديك في الصفحة. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي هنا في 6 أنواع من الأطعمة في البيج دي. طبعا هم أولهم السيريال. السيريال يعني حبوب الإفطار زي البقوليات زي القمح وزي العدس وزي الذرة وزي حبوب الإفطار زي البليلة، هي اسمها سيريال. وزي السيريلاك طبعا زي كورن فليكس، وهي مفيدة وصحية وطعمها لذيذ برضو. في تاني اختيار الكاندي. الكاندي اللي هو الحلويات، الحلوى، الكاندي اللي هي الحلوى، وهي زي البونبوني والشوكولاتة واللولي باب المصاصة وكل أنواع الحلوى اللي احنا ممكن نشتريها، وهي طعمها لذيذ بس مش مفيدة، ممكن تضرنا. في عندنا الفافا بينز او الفول المدمس. الفافا بينز الفول المدمس اللي احنا طبعا كلنا عارفينه بكل اشكاله المختلفة، كلنا كلناه وكلنا بنفطر بيه ساعات، وهو مفيد جدا لجسمنا. في عندنا المانجو. المانجو طبعا اللي هي المانجا اللي هي بكل انواعها، وهي طعمها لذيذ وفي نفس الوقت مفيدة لانها مليانة بالفيتامينات والاملاح، وهي بتبقى موجودة في الصيف بشكل اكبر، وهي في نفس الوقت طعام مفيد وطعام لذيذ في نفس الوقت. في عندنا الكيك او الكيكة، وهي طبعا باشكالها المختلفة زي التورتة والجاتو وكل انواع الكيكة اللي احنا عارفينها. طبعا الكيكة زي ما احنا عارفين طعمها لذيذ بس هي مش مفيدة بالشكل الكبير لجسمنا، لانها بيبقى فيها سكريات، بيبقى فيها بعض الالوان، بيبقى فيها بعض الاشياء الغير مفيدة لصحتنا. واخر حاجة الناتس او الجوز او المكسرات باشكالها المختلفة زي البندق واللوز والفستق والكاجو طبعا. والناتس طعمها لذيذ جدا ومفيدة لجسمنا لانها مليانة بالاملاح والفيتامينات والاوميجا 3 المفيدة لعقلنا ومخنا. فاحنا هنا قدامنا الست اطعمة دول، عايزين نعرف ايه الاطعمة المفيدة فيهم ونحط حواليها دايرة. ونبدأ بالسيريال او حبوب الافطار. مين هيقول لي يا اصحابي هي مفيدة ولا غير مفيدة؟ Is it healthy or not? Is it healthy or not? هل هي مفيدة ولا لا؟ سيريال، قول لي يا اكرم. شاطر. It's healthy. It's healthy. هي طعام مفيد. الكاندي. الكاندي او الحلوى مفيدة ولا غير مفيدة؟ healthy or not healthy. ولازم نعرف الفرق بين healthy و not healthy، ولازم تتحفظ بالكتابة. رد عليا يا سين. Yes, it's not healthy.
إنها غير مفيدة. It's not healthy. هي طعام غير مفيد. طب الفافا بينز الفول المدمس. It's healthy or not healthy. الفول المدمس healthy or not healthy. هيا يا معاذ الفافا بينز الفول المدمس. ردي عليا يا سما. It's healthy. طبعا الفول المدمس مفيد. It's healthy food. طب المانجو. المانجو healthy or not healthy. مين هيرد عليا؟ قول لي يا احمد كده المانجو healthy or not healthy. المانجو healthy. healthy food. طعمه لذيذ وفي نفس الوقت مفيد لصحتنا. الكيك. مين شاطر هيرد عليا ويقول لي الكيك healthy or not healthy. الكيك not healthy food. طعم غير مفيد حتى لو كان طعمه جميل. واخر حاجة الناتس. الناتس healthy or not healthy. يلا مين واحد من الشطار هيقول لي nuts it's healthy or not healthy. Yes it's healthy food. المكسرات طعام صحي ومفيد. وبكده نكون حطينا دايرة حوالين الأطعمة المفيدة في البيج دي. تاني حاجة هو طالب مننا ان احنا نلون الأطعمة المفضلة لدينا. Color your favorite food on the page. لون الأطعمة المفضلة لديك في الصفحة. وطبعا دي حاجة نسبية بالنسبة لكل واحد فينا. ممكن يكون الطعام المفضل ليك مش مفضل ليا، فكل واحد هيلون الطعام المفضل بالنسبة لي في البيج دي حتى لو كان طعام غير صحي او not healthy. فاحنا دي الجزء ده بتاعكم انتوا كل واحد للاختيار بتاعه ويلون الطعام المفضل بالنسبة لي. وبكده نكون انهينا page 52. ونتنقل لبيج 53 أو صفحة 53، وهي بعنوان comparing animals. comparing يعني مقارنة animals الحيوانات. comparing animals يعني مقارنة الحيوانات. والدايركشنز بتاعتها كالآتي: write the number of ears and feet in the correct box. يعني اكتب عدد write the number اكتب عدد ears يعني الأذان and feet والأقدام in the correct box يعني في المربع الصحيح أو في الصندوق الصحيح. وهو طالب منك هنا إن احنا بنقارن بين الحيوانات في عضوين في جسمهم بس اللي هم ال ears الأذنان والفيت الأقدام. وزي ما احنا شايفين هنا عامل لنا تيبل موجود فيه ears أذان وعامل لك شكل الأذن وفيت أقدام وعامل لك شكل الأقدام وحاطط مجموعة من الصور. وأول صورة بتقابلنا صورة الدونكي. الدونكي اللي هو الحمار. وزي ما احنا عارفين الدونكي عنده two ears بس هي ال ears بتاعته شكلها عامل ازاي؟ هي طويلة two long ears أذنان طويلتان. دي أول حاجة موجودة عند الدونكي يبقى نكتب تحت ال ears two. وتاني حاجة خاصة بالدونكي هو عنده كام feet. الدونكي عنده four feet أربع أقدام. وزي ما احنا عرفنا المرة اللي فاتت إن ال feet بتاعت الدونكي فيها حاجة اسمها hooves وال hooves بمعنى حوافر. ولو حابب ترجع للمعلومة أكتر تقدر تتفرج على شرح الدرس اللي فات. يبقى الدونكي عنده كام ear؟ الدونكي عنده two long ears يبقى هنكتب هنا two. الدونكي عنده كام feet؟ الدونكي عنده four feet يعني أربع أقدام. وننزل على الفينك ونوصل للفينك أو ثعلب الفنك أو ثعلب الصحراء. والفينك عنده كام ear؟ مين هيجاوب عليا؟ الفينك عنده two ears. شاطر. طب والفينك عنده كام فيت؟ الفينك عنده 4 فيت. والفيت بتاعت الفينك فيها مخالب واسمها pose يبقى 4 فيت with pose أربع أقدام وفيها مخالب. يبقى الفينك مرة تانية عنده 2 ears زي ما احنا شايفين وعنده 4 فيت والفيت بتاعت الفينك فيها pose أو فيها مخالب. الجزال. الجزال اللي هي الغزالة. والجزال أول حاجة عندها كام ear؟ الجزال مين هيرد عليا؟ شاطر. الجزال عندها two ears
والجزالة عندها كام فيت؟ الجزالة عندها 4 فيت، والفيت بتاعت الجزال فيها هوفز، برضو فيها حوافر، يبقى الجزالة عندها 2 ears وعندها 4 فيت. طب الجولدن ايجل او النسر الذهبي، الجولدن ايجل او النسر الذهبي، الجولدن ايجل عنده كام اير؟ احنا كنا خدنا الدرس اللي فات ان الجولدن ايجل عنده 2 holes under his feathers، عنده خرمين تحت الريش بتاعه for his ears، لأذنيه. يبقى الجولدن ايجل عنده ايه؟ عنده 2 ears، هي ثقبين في رأسه تحت الريش، والثقبين دول هم الأذنين بتاعته. يبقى الجولدن ايجل has 2 ears، يبقى الجولدن ايجل عنده أذنين. ولو حابب تعرف أكتر تقدر تتفرج على الدرس اللي فات. الجولدن ايجل عنده كام فيت؟ الجولدن ايجل عنده 2 feet، رجلين اتنين احنا شايفينهم هو واقف بيهم على الغصن بتاع الشجرة. والفيتس بتاعت الجولدن ايجل فيها pose، فيها مخالب، يبقى الجولدن ايجل has 2 feet، عنده قدمين. يبقى الجولدن ايجل عنده 2 ears 2 feet. الجربوة، الجربوة اللي هو حيوان اليربوع، والجربوة زي ما احنا شايفينه في الصورة عنده كام ear؟ الجربوة عنده 2 ears، عنده 2 ears يعني أذنين. والجربوة عنده كام feet؟ هو عنده قدمين طويلتين زي ما احنا شايفين في الصورة، وإيدين صغيرة، لأن هو ده اللي بيخليه شكله مختلف عن الفار وعن الأرنب، إن إيديه صغيرة ورجليه طويلة. هو حيوان اسمه الجربوة أو اليربوع. يبقى الجربوة عنده كام feet؟ الجربوة عنده 2 feet زي ما احنا شايفين في الصورة. آخر حاجة الهيومن، الإنسان، أنا وإنت. الهيومن عنده كام ear؟ مين هيرد عليا؟ شاطرين كلكم شاطرين. الهيومن عنده 2 ears، عنده أذنين اتنين. طب الهيومن عنده كام feet؟ شاطرين كلكم. الهيومن عنده 2 feet، قدمين أيضا. وبكده عرفنا الفرق بين الإيرز والفيت، بين الحيوانات كلها والإنسان طبعا. وأنهينا page 53 ونتنقل للpage اللي بعد كده. ونوصل لpage 53 أو صفحة 53، وعنوانها our flag. our flag يعني علمنا، our يعني حاجة ملكنا، وفلاج يعني علم. وزي ما احنا عارفين من المرات اللي فاتت ان مرسوم هنا جنب العنوان قلم رصاص pencil and crayon وقلم تلوين، يبقى هنا هنرسم بالقلم رصاص وقلم التلوين، والدايركشنز بتاعتها color the flag. color the flag يعني لون العلم. وهنا اول حاجة عايزين نعرفها في شرح البيج دي ان احنا نعرف السلام الوطني بتاع بلدنا والسلام الوطني بتاع جمهورية مصر العربية، وهنسمعه دلوقتي.
وبكده نكون سمعنا السلام الوطني بتاع مصر بلدنا الحبيبة. وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول. ونتنقل للكلام المكتوب أسفل سورة العلم، وهو The flag is red on top. The flag is red on top يعني العلم أحمر من الأعلى، يبقى الجزء الأولاني في العلم لونه أحمر. هو بيوصفه لك هنا بيساعدك وانت بتلونه، هو بيقول لك color the flag يعني لون العلم، وهو بيوصفه لك علشان تلونه بشكل سليم. The flag is red on top يعني العلم لونه أحمر من الأعلى. The flag is white in the middle. الكلمات الجديدة هنا white يعني أبيض، middle يعني أوسط، top يعني أعلى، يبقى هو بيقول لك إن العلم لونه من المنتصف لونه أبيض، يبقى the flag is white in the middle يعني العلم لونه أبيض من المنتصف. The flag is black on the bottom يعني العلم لونه أسود من الأسفل، يبقى هو قال لك red on top, white in the middle, black on the bottom، يبقى هو أحمر من الأعلى، أبيض من المنتصف، أسود من الأسفل. وآخر حاجة كتبها لك في الوصف the eagle النسر is colored ملون gold باللون الذهبي. gold يعني ذهب، وهنا بتيجي بمعنى لون ذهبي، يبقى the eagle النسر is colored ملون gold باللون الذهب. وبكده نكون أنهينا الشرح بتاع البيج دي ونوصل لفقرة لوحة الشرف وأسماء أصحاب الشاطرين اللي بعتولي في التعليقات، وعرفت إن هم شاطرين جدا وبيذاكروا أول بأول. والأسماء هي أكرم، ياسين، معاذ، سما، أحمد، وعبد الله، وروفانا. شاطرين كلكم، حلوين، واتمنى ان انتوا تبقوا اشطر الناس دايما. وفي الختام احب اوضح الكلمات الجديدة اللي احنا خدناها. الكلمات كانت cereal يعني حبوب الافطار، candy يعني حلوى، fava beans يعني الفول المدمس، مانجو يعني مانجا، كيك يعني كيكة، nuts يعني مكسرات، our يعني ملكنا، flag يعني علم، our flag يعني علمنا. وflag دي كلمة مهمة لازم نحفظها بالكتابة والقراءة أيضا. red أحمر، top أعلى، white أبيض، middle أوسط، black أسود، bottom أسفل، وgold يعني ذهبي أو ذهب. وفي الختام أتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو اعمل لايك، والأهم إنك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لأصحابك حتى لو في الفيسبوك أو الواتساب، وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.